نروح للصعيد وتحديدا قرية أولاد عليوة بمحافظة سوهاج، حيث أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة ستر وعافية. دي قافلة شاملة أول القوافل الخاصة بالتحالف بمحافظات مصر. خلينا نتعرف على هذه القافلة أكثر مع زميلنا أحمد الأفيوني. أعزائي المشاهدين، من محافظة سوهاج واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر وتحديدا من قرية أولاد عليوة التابعة لمركز البليانة جنوب محافظة سوهاج، حيث انطلقت اليوم القافلة التنموية الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية والتي تنفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على يعني بالمشاركة بعدد من المنظمات المجتمع المدني هنا في محافظة سوهاج، وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة. وتشتمل هذه القافلة على تنفيذ العديد من القوافل التنموية والقوافل الطبية والقوافل الزراعية والبيطرية والتوعوية، أيضا لتوعية أهالينا والكشف الطبي المجاني وتوزيع الأدوية بالمجان هنا لأهالينا في هذه القرية. للمزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم الأستاذ هشام الحداد، منسق حياة كريمة في محافظة سوهاج. أستاذ هشام، بداية برحب بحضرتك، يعني تفاصيل أكثر حول هذا التحالف الوطني وهذه المبادرة التي تنفذ اليوم على أرض محافظة سوهاج، حيث الكشف المجاني وتوزيع الهدايا العينية هنا على أهالينا في محافظة سوهاج من الأسر الأولى بالرعاية. هيا يا فندم، نحن سعداء بالقافلة وأول قافلة على مستوى الجمهورية تنطلق في اليوم العالمي لمكافحة الفقر النهاردة، تنطلق من سوهاج. الحقيقة أنه كون القيادة السياسية تهتم وتطلق القافلة التوعوية الخاصة بالتحالف الوطني والقافلة الشاملة من محافظة سوهاج، فإنه يدل على اهتمام القيادة السياسية بالصعيد ومحافظات الصعيد وأهالينا في الصعيد. والحقيقة يا فندم، القافلة أكثر من روعة لانضمامها لأكثر من أكثر من قافلة في تحت قافلة التحالف الوطني، القافلة طبية، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة تنموية، قافلة توعوية، قافلة تنظيم وتوعية أسري. احنا بتنضم يا فندم حوالين التحالف الوطني تقريبا عدد ما يقلش عن 17-18 مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني الكبرى في على مستوى الجمهوريه. احنا يا فندم بصدد ان احنا في 7 تخصصات، وتخصص القدم السكري وتخصص الصحه الانجابيه وتنظيم الاسره. احنا بنتوقع او مستعدين لاستقبال من 2000 ل 2500، وتقريبا ممكن يصل العدد ل 3000. احنا عندنا الاستعداد لكده كمستفيدين ومستحقين للدعم الطبي. احنا عندنا قافله زراعيه وقافله بيطريه وقافله هنا في الخارج، عندنا دعم معنوي من بعض المؤسسات المجتمع المدني، سواء حلاوه مول او سواء صناديق مواد غذائيه او سواء مستلزمات مدرسيه. احنا عندنا مؤسسه من ضمن المؤسسات بتوعي طلبه المدارس البنات التوعويه بالنسبه لامراض السرطان الثدي المبكر. احنا فندم كقافله، هذه القافله وتنطلق اول مره على مستوى الجمهوريه تنطلق بسوهاج، فده اندل فانه دل ده حاجه كبيره جدا وحاجه كويسه جدا جدا كاهتمام واعاده النظره للصعيد اللي كان مهمش على فترات السابقه فترات كثيره جدا. كده هذه القوافل اللي بيتم انطلاقها اليوم من محافظه سوهاج هي بتؤكد ان حياه كريمه ليست يعني معنيه بالتنميه الحقيقيه على ارض الواقع، ولكن تهتم ايضا ببناء الانسان. يعني كيف ترى هذا المنظور؟ يا فندم، مؤسسه حياه كريمه عمرها ما كانت خاصه بالمنشات فقط، لا، هي منشات ومبادرات انسانيه. يعني احنا من يومين او 3 ايام كان عندنا مبادره اسمها مبادره فرصه كريمه، احنا طلع تقريبا ما نطلعش اقل من 50 واحد غارم، وكان مبالغ ضخمه جدا بندفعها طالما هو مستحق انه يخرج من السجن، سواء وخاصه السيدات احنا طلعناهم. دي برنامج فرصه كريمه، برنامج رجعين نتعلم. احنا تقريبا استهدفنا حوالي 4000 تلميذ تم تجهيزهم بالمستلزمات المدرسيه الكامله، وتم دفع المصروفات ليهم. ده في محافظه سوهاج. احنا عندنا برنامج انت الحياه، مبادرة انت الحياة، تم التعاون على تجهيز 30 مدرسة تحول رقم على مستوى المحافظة. احنا عندنا مبادرات كثيرة جدا، مبادرة معاش كريم، معاش استثنائي للحالات المستحقة في المحافظة. احنا عندنا تقريبا ما يقلش عن 6000 مستحق هنا في المحافظة. عندنا مبادرات كثيرة جدا تنموية وبتساعد الانسان. عندنا قوافل طبية، تقريبا عدد قوافل طبية اللي في سوهاج احنا كنا مشاركين في قافلة طبية خاصة بطرق الابواب مع مدير الصحة الاسبوع اللي فات، تقريبا تخطينا 500 ألف واحد تلقى لقاح كورونا. ف
فيروس كورونا. عندنا قوافل طبيه ثانيه على مستوى المحافظه، هو على مستوى الجمهوريه كقوافل طبيه للمؤسسه 330 قافله طبيه بعدد مستفيدين 220 الف واحد حد مستفيد، تمام. فاحنا كمحافظه سوهاج استفدنا ما يقلش عن 20 ل 25 الف مستفيد بالقوافل الطبيه على المستوى القوافل الطبيه الخاصه بمؤسسه الحياه الكريمه. استاذ هشام، يمكن محافظه سوهاج واحده من محافظات جنوب صعيد مصر التي حظيت بتنفيذ العديد من مشروعات حياه كريمه على ارض الواقع، ربما حجم الاستثمارات هنا قد يزيد عن 60 مليار جنيه لتنفيذ تلك المشروعات. اهم هذه المشروعات التي شهدتها محافظه سوهاج، وبالفعل تم تنفيذ هذه المشروعات على ارض المحافظه. احنا يا فندم احنا حاليا مشروع من ضمن مشروعات مؤسسه حياه كريمه هو مركز شباب اولاد عليو، ده من احد انجازات مؤسسه حياه كريمه. عندنا مشروعات بنيه تحتيه، مشروعات مياه شرب، صرف صحي، مشروعات شباب ورياضه، مشروعات تعليم، مشروعات صحه، طب الاسره، مشروعات الاسره، تنميه الاسره والطفل، مشروعات عديده جدا. الغاز الطبيعي يا فندم، احنا الغاز الطبيعي ما كناش نتوقع او نحلم ان هو ممكن يدخل المحافظه عندنا ويدخل المركز عندنا مش يدخل القرى. فاللي بيطلع اللي بيحصل حاليا في المحافظه ده حاجه ما كانش يتوقعها عقل او ما كانش حد يتوقع حاجه زي كده. بشكرك استاذ هشام، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا اعزائي مشاهدين، كانت هذه هي الصورة من هنا من محافظة سوهاج، حيث انطلقت اليوم القافلة التنموية الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية للتحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي هنا في محافظة سوهاج لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية والخدمات الزراعية والبيطرية لأهالينا هنا في محافظة سوهاج. وبالعودة إليكم مرة أخرى لزملائي في الاستوديو.